أينما كنتم لكم التحية، متواصلين معكم صباح الشروق. لسه مفاجآت في هذه الحلقة لحد نهايتها. أتمنى مستمتعين معنا لحد هسه. عندنا موجز صغيرون حقدمه الزميلة منى الهادي. مرحبا بك. خير، صباح الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا عن عند هذه المساحة الصباحية من موجز العاشرة لقناة الشروق. أهلا ومرحبا بكم. بعث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ببرقية التهنئة للرئيس العراقي برهم صالح، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا له فيها عن أحر التهاني وأصدق الأمنيات للعراقي حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والنماء، مؤكدا متانة العلاقات السودانية العراقية، لافتا ما يربط الشعبين من أواصر الأخوة القوية والتضامن، مؤكدا حرص السودان على مواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات والارتقاء بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. جددت حكومة ولاية غرب دارفور حرصها على المحافظة على استقرار الأوضاع الأمنية التي تنعم بها الولاية، وذلك بفضل المصالحات التي تمت بين عدد من المكونات الاجتماعية. وشدد نائب والي غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم على حسم المجرمين والمتفلتين بواسطة التدخل السريع، والتي تضم كل تشكيلات القوات النظامية المسؤولة عن حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وتأمين الموسم الزراعي ومتابعة الحصاد، موضحا أنهم ماضون باتجاه إنفاذ عدد من الخطط والبرامج التي تهدف لنقل الولاية إلى مرحلة التعافي الكامل وتحويل الطاقات المجتمعية إلى طاقات منتجة. هذا إلى جانب عزمهم استئناف العمل في عدد من المشروعات التنموية التي توقفت في الفترة السابقة بسبب التوترات الأمنية. دعت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الجهات ذات الصلة النائبة التعليم بعيدا عن السياسة ومعالجة كافة حقوق المعلمين المشروعة عبر الطرق الرسمية والالتزام بالتقويم المنصوص عليه للعام الدراسي، وذلك لإكمال المقررات في وقتها المحدد وفق الخطة الموضوعة. وجدد وزير التربية والتعليم المكلف كمال الدين عوض السالم التزامهم بتهيئة البيئة المدرسية وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي، وذلك للمضي بالعام الدراسي بصورة المثلى، مشيرا بالنجاح الذي حققته الولاية في امتحان الشهادة الثانوية بإحرازها المرتبة الثانية على مستوى البلاد، وجاء ذلك لدى مخاطبته حفل انطلاقة العام الدراسي الجديد بود مدني، منوها على ضرورة مضاعفة الجهود للمحافظة على هذا النجاح والتفوق. شددت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأزرق على ضرورة تواجد برنامج الغذاء العالمي بالإقليم بما يمكنه من مخاطبة الحاجة الإنسانية الناجحة عن الكوارث الطبيعية التي يشهدها الإقليم جراء السيول والفيضانات، هذا بالإضافة إلى سرعة الاستجابة في تقديم الدعم المطلوب خاصة بالمناطق النائية وبالقرب من أماكن تواجد المجتمعات الحدودية. وأشاد مفوض العون الإنسان بالنيل الأزرق بالأدوار التي ظل يلعبها برنامج الغذاء العالمي طيلة الفترات السابقة لسد النقص في الفجوة الغذائية في مناطق العائدين للإقليم. تعهدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية بترفيع عدد من المراكز الصحية إلى مراكز صحية نموذجية. وقال نزار عثمان محمد الأمين مدير عام الوزارة إن زيارتهم لمركز صحي حراب بمحلية دلقو تأتي في إطار قصة الوزارة الرامية للوقوف ميدانيا على مراكز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين والإطمئنان على سير العمل بها ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية
المقدمة بهذا المركز. وشهد مدير عام الوزارة خلال هذه الرعاية حفل لتخريج أكثر من 60 دارسا ودارسة لكورس الإسعافات الأولية الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر السوداني بالتعاون مع المحلية. وقفت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالنيل الأبيض على حجم الأضرار التي لحقت منطقة الفاتشوية بمحلية جوليه بولاية النيل الأبيض. وقال الزين المهدي صعيد محتمة محلية جوليه إنهم بالتعاون مع اللجنة تمكنوا من حصر الأضرار المادية ورفعها إلى رئاسة الولاية ويعملون الآن لتلاقح الآثار السلبية الناجحة عن فيضان النيل خاصة في مناطق مهدي النمر والطويلة. انتهى موجز العاشرة، نعود مجددا إلى استوديو صباح الشروق. مرحبا مجددا محمد محمود وتحية صباحية. تحية لك زميلة منى. وأنا في خبر أثار انتباهي والله، هو بخص ولاية الجزيرة بالتحديد، واللي هو التعليم بعيدا عن السياسة. وأنا خيالي المفروض نجيب عنده شوية يعني خبر. نعم، الخبر ده لفتك لأنه من ود مدني؟ طبعا أنا أي حاجة فيها ود مدني ما بتمر ساي أصلا. التحية يعني لهنا في ود مدني، ويعني بنبارك النجاح لكل الممتحنين في الشهادة الثانوية. وولاية الجزيرة من الولايات الكبيرة جدا اللي بتنعم بالتعليم، وأنا بفتكر إنه ده حق المواطن السوداني اللي هو مفروض يتمتع بتعليم صافي نقي بعيدا عن السياسة، لأنه الطلاب دول هم طبعا مستقبل السودان الواعد يا محمد. شكرا يا منى، تسلمي، شكرا جزيلا.